السيد احمد، منين يا حاجة وايد؟ من قرية بيسوق، من مركز بسوق. الفاشن محافظة بني سويف. طيب في البداية ألف مبروك إن أنت بقيتي الأم المثالية على مستوى محافظة بني سويف. الله يبارك فيك. عايزك تحكي لنا كده إيه هي يعني قصة كفاحك؟ قصة كفاح الحمد لله بدأت من بعد ما توفى جوزي في 1991، وترك لي 3 أولاد، نصر ووفاء وعبير. نصر الأكبر كان عنده 5 سنين، البنت الثانية كان عندها 3 سنين، البنت الثالثة كان عندها سنة ونص. فالحمد لله ربنا جواني، وطبعا لما جه سنهم دخلتهم معهد الدين كلهم في الفاشن. انا من قريه بس انا دخلتهم المعهد كان في الفاشن مش في القريه. فلله الحمد يعني كانوا اهلهم كانوا معترضين على ان دي اطفال ازاي تطلع تروح الفاشن، طب ما هي في مدارس هنا في بلدنا احسن من كده، يعني حرام تغلبيهم كده وحرام. فطبعا ان انا كنت مقتنعه بالموضوع ولازم كنت باذن الله ان انا اعلم عيالي، وكان نفسي يعني اللي انا حتى ما حققتوش لنفسي لان ابويا جوزني صغيره ما لحقش اتعلم ولا اي حاجه، وجوزني صغيره بنت 14 سنه وبنت 13 سنه. فالمهم يعني الحمد لله دخلتهم المعهد الديني، ترك لي 7 جراريط وترك لي معاش 170 جنيه او 160 جنيه على ما اذكر يعني، بس الحمد لله كنت عايشه بالمعاش دوت وما يعني ما احتجتش لاي حد ولا خدت من اي حد حاجه الحمد لله، وكان ربنا مبارك لي فيه. والحمد لله كنت بزرع على الارض، طلعت بقى لزراعه الارض، ما كنتش اعرف حاجه في بيت ابويا ولا عرفت حاجه في بيت جوزي، ما كنتش بطلع على هنا ولا هنا. فبعد ما توفى جوزي طبعا خلاص بقى حياتي اتغيرت، وكنت لازم ان انا ازرع الارض اللي هو سايبها لي ديت، ازرع الارض اللي هو سايبها لي، ولازم ان انا اشيل بقى المسؤوليه وخلاص. فالمهم الحمد لله يعني الحمد لله ربنا جواني. طبعا كان فيه وصايا بقى لازم اكون فيه وصايا على الاولاد لان هم صغيرين. ذهبت للمحكمه، رحت المحكمه الحمد لله رب العالمين. لما رحت للمحكمه فالقاضي اتعجب وقال لي انت لسه صغيره ممكن تسيبي اولادك وتتجوزي. قلت لا خلاص الحمد لله انا حمدت ربنا وباذن الله انا استخرت ربنا واستخرت يعني الحمد لله، وعايزه اربي عيالي اكتر من كده انا مش عايزه، وعايزه اكون وصيه عليهم. قال لي خلاص يا ست وادة ربنا يقويكي ربنا يقويكي، واعطاني فعلا الوصايه لان انا في السن ده كنت صغيره، ما كنت كان عندي 22 سنه 23 سنه ساعتها، هو بالكثير كان 23 سنه. فالحمد لله ربنا جواني ودخلتهم المعاهد كلهم، الثلاثة كانوا في الفش الحمد لله، مع ان كان في هنا 2 مدرسة في بلدنا لحد اعدادي، بس انا ما اقتنعتش طبعا لان ابوهم كان ازهري اللي هو، وكان مفتش مساجد بني سويف كلها على المحافظة، كان مفتش مساجد على المحافظة كلها. طيب فالحمد لله يعني ربنا جواني والحمد لله. دخل الشيخ نصر اللي هو نصر بقى، دخل المعهد والبنت من وراه والبنت الثانية، الحمد لله طلع الحمد لله دلوقتي بقى اللهم صل على النبي معاه لسانس شريعة وقانون ومعاه ماجستير وعضو بالجهاز المركزي في بني سويف الحمد لله. البنت الثانية الحمد لله مفتش التموين في الفاشنة برضو اللي هي وفاء. عبير الثانية برضو معاها ماجستير، معاها لسانس شريعة وقانون ومعاها ماجستير عام. فالحمد لله كانوا ولادي من أفقه العيال الحمد لله، وربنا كافئني في عيالي وربنا عطاني خير في عيالي فالحمد لله. بس انا ما يعني لا رحت لحد وقلت له تعالى في مشاكل في بيتي انا واولادي، لا ابويا ولا اخويا ولا لاي حد، وما تعبنيش. كانوا دايما حاسين بي لان كنت اقول لهم اللي عايز درس ياخد، اللي يقول عايز درس لا انا عايزكم تاخدوا دروس في جميع المواد، مش عايزكم انكم انتوا تاخدوا درس في مادتين او في 3، رغم ان انا اقرا واكتب ماشي، بس يعني ما عنديش خبره عن التعليم ولا عندي خبره عن جوده الدروس ودي. فالمهم كنت جاهزه معاهم على طول، كنت جاهزة معاهم اللي عايز حاجة أقول له حاضر.